الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. في إطار مشروع تعميم المعرفة، هذا هو الدرس العاشر في الإحصاء الوصفي Descriptive Statistics تحت عنوان المتوسط باعتباره من مقاييس النزعة المركزية or mean as a measure of central tendency. وعلى بركة الله نبدأ. قبل الحديث عن المتوسط وأشكاله ووصفه وحسابه، لابد من الحديث بشكل بسيط ومقتضب وسريع عن مجتمع إحصائي أو ما يسمى statistical population. يعرف المجتمع الإحصائي بأنه كافة العناصر المكونة لمجموعة من الأشياء التي يراد إخضاعها لتجربة أو دراسة ما. مثال على ذلك أن مدرسا لمساق ما أراد أن يتعرف على أعمار الطلبة في الفصول التي يدرسها. فالمجتمع الإحصائي في هذه التجربة أو الدراسة الإحصائية يتشكل من سن كل أو سن الأعمار، يعني من أعمار كل الطلبة أو من سن كل طالب من الطلبة الذين يدرسهم. في مثال ثان، رمي حجر نرد أو نسميه إحنا الدايس، أو بلغة بلهجة بلاد الشام حجر لعبة الزهر. رمي هذا الحجر لمرة واحدة. بناء على هذه التجربة يتكون المجتمع الإحصائي من الأعداد 1 2 3 4 5 6 ستة أوجه ستة أرقام. في مثال ثالث، رميت قطعة نقد مرة واحدة، وبالتالي فإن المجتمع الإحصائي من هذه التجربة يتكون فقط من حدثين، هما الصورة هيد والكتابة تيل. تعرف منظمة OECD المجتمع الإحصائي كما يلي باللغة الإنجليزية: Statistical population is the total membership or population or universe of a defined class of people, objects or events. مقاييس النزعة المركزية measures of central tendency. ليس من السهل، وهنا يكمن يعني تكمن أهمية التعامل مع مقاييس النزعة المركزية ومنها الوسط أو المتوسط، للسبب التالي: ليس من السهل في معظم الأحيان وصف المجتمع الإحصائي. المجتمع قد يكون كبير جدا، مكوناته كبيرة جدا، ولا نستطيع إخضاع كل مكون منها للتجربة أو يعني الحصول على معلومة عنها. وبالتالي وبخاصة في دراسة تطبيقية مثل دراسة متوسط دخل السكان في دولة ما كأن نقول الصين، أو إنتاجية العمالة في اقتصاد ما كأن نقول الاقتصاد المصري. ولهذا السبب يلجأ الاقتصاديون والإحصائيون إلى العينات samples والمعاينة sampling، يعني نأخذ عينة الآن من المجتمع الإحصائي الكامل وندرسها، بحيث نستطيع من هذه العينة أن نعمم عن المجتمع الإحصائي. العينة هي مجموعة فرعية subset من المجتمع الإحصائي الكلي، يختارها المعاين sample or surveyor مثل الاقتصاد والإحصائي بدقة ومهنية وفق أسس محددة متعارف عليها بين العلماء. يقوم المعاين في كثير من الحالات باستخدام مقاييس النزعة المركزية من أجل وصف المجتمع الإحصائي. لاحظوا هلا أنا أستخدم مقياس النزعة المركزية بواسطة العينة أو من خلال العينة حتى أصف المجتمع الإحصائي برمته الكبير، أو الوصول إلى استنتاجات معينة حول المجتمع الإحصائي. الآن هذا هو المجتمع الإحصائي، هذا تقريبا المستطيل الأزرق، ويعني نعتبره أنه يتكون من عناصر كثيرة جدا جدا. فنحصل الآن على مجموعة فرعية عينة عشوائية من هذا حتى نستطيع بواسطة هذه العينة أن نصف المجتمع الإحصائي برمته. الوسط الآن مين؟ إذ يأتي الوسط على عدة أشكال، عندي أربعة هنا، أربعة أشكال من الوسط: الوسط الحسابي arithmetic mean، والوسط الهندسي geometric mean، والوسط المرجح أو الموزون weighted mean، وأخيرا الوسط التوافقي هارمونيك مين. نبدأ بالوسط الحسابي، هو المعلمة أو البارامتر أو يعني المقياس الرئيسي الأكثر استعمالا، ويسمى في بعض الأحيان العزم الأول first moment M1، وعادة ما يرمز له بالرمز X bar، يعني X فوقها شحطة، إذا كانت البينات أو البيانات عفوا تمثل عينة من المجتمع الإحصائي المتغير X، ويرمز له بالحرف الإغريقي ميو إذا كانت البيانات تمثل المجتمع الإحصائي برمته. والوسط الحسابي هو مركز توازن مجموع المشاهدات للمتغير X sub i مثلا، ويكتب بالصيغة التالية: M sub 1 هو الفيرست مومنت، يعني كما ذكرت هنا العزم الأول،
هو نفس الاكس بار متوسط الحسابي اكس فوقها شحط مسميها اكس بار تساوي مجموع المشاهدات من المشاهدة الأولى i تساوي 1 حتى آخر مشاهدة n x i طبعا مجموعة مقسم على حجم العين أو عفوا بيانات أو العين إذا كانت عينة. فهذا هو العزم الأول، هذا هو الوسط الحسابي، وهنا حجم العينة وهنا مفردات العينة كل على حدة نجمعها جمع ونقسمها على حجم العينة بعطيني ما يسمى بالوسط الحسابي. مثال على الوسط الحسابي، الوسط الحسابي لنفترض أن لدينا المشاهدات الأربعة التالية 1 5 13 17 في الحالة هاي x بار اللي هو الوسط الحسابي يساوي مجموع هذه القيم من القيمة الأولى i تساوي 1 لحتى آخر واحدة اللي هي الرابعة مقسم على n اللي هي 4 وتساوي 1 زائد 5 زائد 13 زائد 17 مقسم على 4 وتساوي 36 4 وتساوي 9. إذن المتوسط الحسابي لهذه القيم هو 9، أي 9 مركز التوازن لهذه القيم، يعني المنطقة جاء تقريبا 9 جاي هنا كما يعني يبين هذا السهم، فهي أقل من 13 لكن أكبر من 5 فأتت تقريبا بين القيمتين الكبريتين وأعلى من القيمتين الصغيرتين. الآن هذا عندي مجموع مفردات العينة، هنا حجم العينة يساوي عدد مفردات العينة، وهنا هو الوسط الحسابي. نكمل. ربما الآن تأتي البيانات على شكل بيانات مجمعة، الوسط الحسابي الآن أريد أن يعني أحصل على الوسط الحسابي لبيانات مجمعة group data mean. قد تأتي البيانات في بعض الحالات مجمعة group في جداول تكرارية ومشابه فلا تتوافر فيها المشاهد الفردي الأولية، ورغم ذلك يمكن حساب الوسط الحسابي لها بالاعتماد على مراكز الفئات اللي هي midpoint والتكرارات الفريكوانسي. لنفترض وجود البيانات الآتية عن إنتاج مصنع أسمنت، لنفترض مصنع أسمنت في دولة ما منتج بالطن شهريا أسبوعيا لكل فترة زمنية، بس 64 ألف طن في مثلا بالشهر، هنا 66 ألف طن 74 ألف طن 88 ألف طن و 96 ألف طن. فما هو الآن يعني إذا وضعناها يمكن تجميع هذه البيانات كما في الجدول، نستطيع أن نضعها في جدول، هذا هو الجدول. الآن بين 60 إلى 80 لاحظوا هلا 60 هي 64 66 74 أقل من 80 لاحظوا أنها 3، بين 80 إلى 100 2 إذن هون عندي مجموع 1 2 3 4 5 إذن مجموع التكرارات لازم يساوي 5. فالحجم الإنتاج الذي انحصر بين 60 و 80 كان 3 مرات، وحجم الإنتاج الذي انحصر بين 80 إلى 100 كان مرتين، فمجموع التكرارات 5. مراكز الفئات، مركز هذه الفئة بين 60 و 80 يساوي 70، بين 80 و 100 يساوي 90، وبالتالي نضرب الآن حاصل ضرب التكرارات في الميد بوينت اللي هي مركز الفئة، هذا في هذا يساوي 210، طبعا 3 في 70 يساوي 210، 2 ضرب 90 يساوي 180، فمجموع التكرارات حاصل ضرب التكرارات في الميد بوينت اللي هي مركز الفئة يساوي 390. القيم الفعلية هذه هي طبعا لاحظ 388. الوسط الحقيقي ها فنخضعها إلى المعادلة التالية، تذكروا هذه الأرقام سأعيدها طبعا بعد قليل. يعرف الوسط الحسابي البيانات المجمعة بالصيغة التالية، الآن هون x بار الوسط الحسابي للبيانات المجمعة تساوي حاصل جمع from i equal 1 من المشاهدة الأولى، لكن هون الميد بوينت اللي هي مركز الفئة مضروب في التكرار تبعها التابع لها مقسم على مجموع التكرارات. إذن هنا الوسط الحسابي يساوي مراكز الفئات مضروبة بالتكرارات، وهون مجموع التكرارات. هاي ترمز MD sub i لمركز الفئة i و F sub i لتكرار الفئة i و N لعدد الفئات. وفي المثال الحالي يكون الوسط الحسابي لبيانات مجمعة كما يلي. لاحظوا لي احنا جمعنا الآن حاصل ضرب الميد بوينت في الفريكوانسي 70 في 30 زائد 90 كما ذكرت قبل قليل، 70 زائد ضرب في 3 زائد 90 في 2 مقسم على 5 يساوي 390 وتساوي 78. لكن سبحان الله هون 78، اما الوسط الحسابي الفعلي اعتمادا على البيانات الفرديه فهو 77.6 اذا جمعناها بالطريقه التقليديه غير مجمعه،
فبكون 77.6. إذن الفرق بسيط جدا، أقل من نص يعني طن أو بألف طن أقل، يعني 77.6 قريبة جدا جدا من 78. ما يعني أنه إذا كان لدينا جدول تكراري وفي نوع من الدقة نستطيع أن نصل إلى قيمة تقريبية كثير كثير من الوسط الحقيقي. نكمل على بركة الله. الآن ننتقل إلى ما يسمى بالوسط الهندسي جيومتريك مين. ثانيا الآن الوسط أو المتوسط الهندسي جيومتريك مين، يعرف الوسط الهندسي لمجموعة من مشاهدات متغير أكس. الآن في عندي مشاهدات معينة عن المتغير أكس، الأعمار، الأوزان، الأطوال، العلامات، علامات الطلبة أو الدخل أو إنتاج، بأنه الجذر النوني the nth root لحاصل ضرب القيم، ويكتب بالصيغة التالية الجيومتريك مين جي أم تساوي هذا حاصل ضرب، هاي الإشارة اللي هي نضرب أكس الأولى في أكس الثانية في أكس الثالث وهكذا، والكل منأخذها للقوة واحد على عددها، أو بالصيغة التالية هاي جيومتريك مين تساوي الجذر أن، جذر أن لحاصل ضرب تحت الجذر أكس واحد ضرب أكس اثنين ضرب كذا حتى ننتهي منها أكس أن في الأخير. نأخذ مثال عليها. نفترض بأن القيم الأربعة اللي سبق وذكرتها في المثال الأولاني 1 5 13 17 تمثل مشاهدات المتغير ما، بناء على ذلك يكون وسط الهندسي كما يلي: الجيومتريك مين يساوي الجذر الرابع ل 1 ضرب 5 ضرب 13 ضرب 17 بتساوي 1105 للقوة ربع، وتساوي 5.765577. طبعا إذا منقربها بتكون أحسن وأحسن، وتساوي جذر الجذر، الجذر التربيعي للجذر التحتاني هذا، وبالتالي تعطينا نفس الصيغة هذه. يمكن النظر إلى الوسط الهندسي على أنه الدالة العكسية inverse function، اللي ماخذ calculus من أحبتنا الطلبة والمتابعين بتذكر ما يسمى بالinverse function أو الدالة العكسية للوسط الحسابي بلوج هذه القيم. ما يعني أنه لو حسبنا اللوج الطبيعي للقيم 1 و5 و13 و17 وجمعنا حاصلها ثم حسبنا متوسطها الحسابي كما يلي، هون عندي يعني عندي القيم 1 5 13 17 اخذت اللوغاريتم الطبيعي للعدد الاولاني او القيمه الاولانيه، اضفت له اللوغاريتم الطبيعي للقيمه الثانيه وهكذا حتى انتهيت، فبكون اللوغاريتم مجموع حاصل اللوغاريتم لكل هذه القيم 7.00 الى نهايه هذا الرقم. الان هذه بتعطيني متوسط قيمة اللوغاريتم، وتساوي لوغاريتم 1 زائد لوغاريتم 2 زائد إلى أنتهي بال17 مقسم على عددها يساوي 4، وتساوي 1.751900135. هاي بستفيد منها الآن إذا عرفت أنا متوسط اللوغاريتم لهذه القيم، أستطيع خلينا نستكمل مثال إني أحسب الوسط هذه، ثم حسبنا الدالة العكسية المتوسط قيم اللوغ، فإن النتيجة هي e to the power متوسط اللوغ يساوي e to the power 1 point القيمة اللي وضعها 75199009005 وهي تساوي قيمة المتوسط الهندسي أو الوسط الهندسي الذي حسبناه بالطريقة التقليدية 5.765554477 وهي قيمة الوسط الهندسي. مثال على متوسط العائد المركب بواسطة الوسط الهندسي أو geometric rate of return or average rate of return اللي هو GRR. يعطي الوسط الهندسي معدل العائد على الاستثمار لكل فترة زمنية معينة إذا حسب العائد لعدة فترات، ويعرف متوسط العائد الهندسي رياضياتيا كما يلي: This is the geometric rate of return يساوي الجذر النوني لواحد زائد R1 اللي هو معدل الفائدة الفترة الأولى مضروب في واحد زائد R2 معدل الفائدة الفترة الثانية زائد وهكذا إلى أنتهي بالأخير واحد زائد RN اللي هو معدل فائدة الفترة نون كلها تحت الجذر النوني، بعدين بطرح منها واحد صحيح فبطلع عندي بالحالة هاي الجيومتريك ريت أوف ريتيرن. نأخذ مثال عليها. لنفترض بأن استثمارا ما بمقدار 1000 دينار أعطى فائدة معدلها 15% للسنة الأولى و 8% للسنة الثانية و 5% للسنة الثالثة. بناء على هذه الأرقام 1000 دينار أعطت 15% للسنة الأولى 8% للسنة الثانية و 5% للسنة الثالثة، يكون متوسط معدل العائد السنوي للفترة للفترات الثلاثة كما يلي:
جي ار ار جيومتريك ريت بروتين يساوي الجذر التكعيبي، هون جذر نون اللي هو نون بالحاله تكعيبي لان ثلاث فترات، في 1 زائد 15% تساوي 1.15 ضرب 1.8% زائد 1.5% هنا لاحظوا لي من نطرح منها واحد صحيح وتساوي 1.3041 للقوة ثلث ناقص 1 يساوي 9.254%، إذا يعني أقل من 10% أو أكثر من 9.25% بمقدار بسيط جدا اللي هو 4 بال10,000 تقريبا. ما يعني الآن أي أن متوسط معدل الفائدة خلال السنوات الثلاث هو 9 تقريبا أكثر من ربع بشوية بالمية، 9.25% تقريبا سنويا. فلو وضع المبلغ في حساب يعطي 9.25% زائد طبعا هاي 4.10% سنويا لمدة 3 لكان المبلغ النهائي في أفتي اللي هو المبلغ النهائي هذا البرنسبل مضروب في التايم يساوي 1000 دينار الأولانيات، هذا الدينار مضروبات في 1 نضيف لها الجيومتريك ريت بروتين هي القوة 3 بيساوي 1304 دنير فاصلة 103 أو 1.03 من الدينار، وهو المبلغ ذاته الذي يتحقق خلال السنوات الثالثة ثلاث بمعدل فائدة 15% و8% و5% على التوالي. مثال عن معدل النمو، والآن مثال آخر على المصدر الهندسي لكن نستخدمه من أجل يعني حساب معدل النمو. مثال عن معدل نمو الناتج المحلي، نفترض بأن الناتج المحلي الإجمالي للدولة ما كان 600 مع نهاية، لاحظوا نهاية السنة العام 2006 وأصبح 1000 في نهاية العام 2013. لاحظوا هنا 2006 لم تدخل لأنه مع نهاية 2006 هون، فإذا بداية 2007 مع نهاية 2013 معناته دخلت العام دخل العام 2000 أو السنة 2013. فما هو متوسط معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي للفترة كلها؟ ما يعني بأن المطلوب هو حساب معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال 7 من نهاية 2006 اللي هو بداية 2007، من هنا من نهاية 2006 أي بداية 2007 وحتى نهاية العام 2013 وهي فترة طولها 7. إذن الآن الألف اللي بدينا فيها تساوي 600، عفوا هنا هاي نهايتها 2013 بدينا ب 600 فتساوي الألف يعني كان أصلها 600 لكن مضروبة في 1 زائد R للقوة 7. فالآن المطلوب لدينا أن نعرف قديش الآن كم هو مقدار R أو معدل النمو. هاي صيغة سعر الفائد مركب، وطبعا إذا أخذنا لوغاريتم الطرفين الناتشرال لوج الطبيعي للألف تساوي الناتشرال لوج أو اللوغاريتم الطبيعي للستمية، لأنها مضروبة تصبح مضافة وهاي الإكسبوننت أو الأس بصير أو الأس بصير المعلمة مضروبة في الناتشرال لوج بواحد زائد R اللي هو تطبيق صيغة اللوغاريتم الطبيعي. فبكون عندي إذن يعني هذه طرحتها نقلت هذه للطرف الأيسر فأصبح الناتشرال لوج أو اللوغاريتم الطبيعي للألف مطروح من اللوغاريتم الطبيعي إلى 600 طبعا مقسم على 7 تساوي الناتشرال لوج 1 زائد R. إذا الآن هذه القيمة تساوي هذه يعني هاي اللوغاريتم الطبيعي للألف ناقص اللوغاريتم الطبيعي إلى 600 مقسم على 7 تساوي هذه القيمة وتساوي اللوغاريتم الطبيعي إلى 1 زائد R. أنا أريد أن أحسب R الآن، فبنأخذ لها الآن الدالة العكسية إلها هذه، إذا بعمل exponentiation يعني e to the power للقوة اللي هي هذه حاصل قسمة الفرق بين اللوج بالمتوسط وتساوي e to the power ln natural log 1 زائد r، هاي بتعطيني 1.075 كذا. ما يعني الآن انه نتيجة نهاية r يساوي 7.57% تقريبا يعني 7.6% بكون معدل النمو في الناتج المحلي من سنة 2006 نهاية 2006 إلى نهاية 2013. إذا هذا معدل النمو يساوي خلال 7. هلا الوسط أو المرجح ما يسمى الويتد مين. ويتد مين ترجح قيم المتغير X في بعض الحالات بأوزان معينة. فمثلا لو افترضنا أن القيم 1 5 13 17 اللي نفس الأرقام نفسها التي استخدمنا في المثال الأول قد رجحت على النحو المبين في الجدول التالي، يعني الآن 1 رجح بمقدار نص يعني كأنه له وزن نسبي، الواحد له وزن نسبي مقداره نصف، الخمسة لها وزن نسبي مقدارها 1 بالعشرة،
ال 13 لها وزن نسبي مقداره 1/10 وال 17 لها 3/10. لازم يكون مجموع الأوزان النسبية واحد صحيح. الآن تستخدم الصيغة الآتية في حساب الوسط المرجح. الويتد مين يساوي حاصل ضرب الآن الوزن الأولاني في قيمته مضاف إله الوزن الثاني في قيمته الثانية مضاف إله وهكذا حتى أنتهي من آخر وزن مضروب في القيمة الأخيرة مقسم على مجموع الأوزان، وتساوي حاصل جمع الآن حاصل ضرب طبعا الأوزان مضروب في قيمها مقسم على مجموع الأوزان. وبالتالي الآن أريد أن أطبقها، بدي أستكمل مثال هنا. الوسط من بيانات الجدول طبعا ذاته هو كما يلي: الويتد مين يساوي 1/5، لاحظوا لي 1/5 زائد 5/1 زائد 13/1 زائد 17/3 ويساوي 7.4، هو متوسط هذه القيم لأنها مرجحة، كل قيمة مرجحة بقيمة معينة، هذا وزن الترجيح لها. يلاحظ بأن مجموع الأوزان في هذه الحالة هو واحد صحيح كما ذكرت. عند النظر إلى القيم وأوزانها والنتيجة التي ظهرت يتبين لك شيء منطقي، أن القيم الكبيرة مع الأوزان القليلة تخفض الوسط، والقيم القليلة مع الأوزان الكبيرة تخفض المتوسط أيضا، والنفس الوسط متوسط نفس المعنى. وفي نظرية الاحتمال نلجأ إلى ترجيح كل قيمة حسب احتمال وقوعها، وبالتالي فإن حاصل الاحتمال هو وسط مرجح. وفي بعض الأحيان يتم ترجيح القيم بأوزان عادية ليست نسبية، هنا مثلا هذا 5/10 1/10 1/10 ممكن أرجحها بأرقام عادية بقيم عادية، يعني كأن نقول أن القيم 1/5 13/17 رجحت حسب الأوزان التالية 7/2/1/1 على التوالي، يعني الواحد وزنه 7 مرات، الخمسة وزنها مرتين، الثلاثة لها بس يعني وزن واحد واحد قيمته، 17 قيمة يعني الوزن تبعها واحد. بناء على هذه ذلك فإن الوسط المرجح للقيم تكون كما يلي، لاحظوا لي إنه لأنه أعطيتها قيم عادية فواحد هذه واحد مضروبة في 7 زائد 5/2 زائد 13/1 وأخيرا زائد 17/1 مقسم على مجموع الأوزان، ويساوي النتيجة النهائية الويتد مين بأوزان عادية وليست نسبية، هذه أوزان نسبية هذه أوزان عادية، بكون النتيجة النهائية 4 تقريبا أقل من 28%. نكمل الآن مثال الوسط أو المتوسط المرجح. نفترض بأن طالبا ما تقدم لأربع امتحانات وحصل على العلامات التالية مع أوزانها، يعني بالامتحان أحد الامتحانات حصل على 80 لكن وزنها 10%، الآن الامتحان الثاني 90 ووزنه من كل علامة 25%، الامتحان الثالث 75 وزنه 15%، والامتحان النهائي والأخير وزنه 50%، فالمجموع 100%. هذه العلامات، إذا ما هي العلامة النهائية التي يحصل عليها؟ تكون علامة النهائية اللي هي Final Grade G/F التي حصل عليها في الامتحانات الأربعة كما يلي: GF تساوي الوزن ضرب العلامة زائد الوزن في العلامة اللي هي 80/1 زائد 90/ طبعا هون بالمية معناته 10%، هاي 25% وهكذا. فإذا 10% زائد ضرب 80 زائد 25% ضرب 90 زائد حتى ننتهي بالأخير، فبكون بالحالة هاي مجموع الأوزان واحد صحيح والعلامة هاي 84.5، فعلامته 84.5 هي من كل هذه العلامات. لاحظوا لي هون العلامة 85 لأن وزنها 50%، في حين هون 90.5، هون 75 15%، هون 80 10% فقط لا غير. أخيرا الوسط التوافقي. الآن الوسط التوافقي يعرف الوسط التوافقي للمتغير X بالصيغة التالية: هارمونيك مين، هارمونيك مين طبعا لا عندي المتغير X/I يساوي مجموع القيم، عفوا مجموع المشاهدات، يعني هنا عندي N عدد المشاهدات في مقسم على حاصل جمع واحد على كل قيمة، وتساوي هنا عندي N عدد المشاهدات، عدد المشاهدات أرجوكم عدد المشاهدات مقسم على واحد
الواحد مقسم على ماذا؟ القيمة الأولانية زائد واحد على القيمة الثانية زائد زائد بأخير واحد على القيمة الأخيرة. لو أخذنا القيم الأربعة واحد وخمسة وثلاثة عشر سبعة عشر نفس الأرقام أو الأرقام التي استخدمتها في المثال الأول، فإن وسطها التوافقي هو عددها أربعة، واحد اثنين ثلاثة أربعة، فإن تساوي أربعة مقسم على واحد على واحد زائد واحد على خمسة زائد واحد على ثلاثة عشر زائد واحد على سبعة عشر، ويساوي وسطها التوافقي تقريبا أقل من ثلاث، يعني 2.99 وهكذا بالمية، ما يعني أنه تقريبا ثلاثة، تقريبا ثلاثة هاي وسطها التوافقي أقل من خمسة وأعلى من واحد، لكن أقل من كل القيم. مثال آخر يفيد هذا النوع من الأوساط في حسابات ما يسمى منحنى أو دالة العمر الأجور Age Wage Profile في اقتصاديات العمل Labor Economics. فلو افترضنا أن الدخل السنوي لشخص ما كان 35 ألف دينار خلال السنوات العشر الأولى من حياته الوظيفية، وأصبح 42 ألف دينار سنويا خلال السنوات العشر الثانية من حياته الوظيفية، وعند تقاعده عن العمل حصل على دخل سنوي مقداره 20 ألف دينار لآخر 10 سنوات من حياته، فإن المتوسط التوافقي أو الوسط التوافقي لدخله السنوي خلال فترة 30 سنة هو كما يلي. هاي الهارمونيك مين لمتوسط الدخل السنوي يساوي عدد المشاهدات هنا 1 2 3 العشر سنوات الأولى، العشر سنوات الثانية، العشر سنوات الأخرانيات، فهي ثلاث عشرات مقسمات على واحد على معدل الأجور تبعه في العشر سنوات الأولى زائد واحد على معدل أجوره أو راتبه التقاعدي في العشر سنوات الثانية، وأخيرا واحد على ما حصل عليه في العشر سنوات الأخيرة، ويساوي بالحالة هاي الوسط التوافقي 29,302 دينار فاصل 32.56 من الدينار. الآن مقارنة بين المتوسطات، لأنه حسب نحن الوسط الحسابي والوسط الهندسي والوسط التوافقي الهارمونيك مين، يعني الأرثمتك مين والجيومتريك مين الآن هارمونيك مين، كيف نقارنهم مع بعض؟ يحتوي الجدول الآتي بيانات افتراضية عن المتغير X و Y، هذا متغير X و Y وفيه مقارنة بين أشكال المتوسطات الحسابي والهندسي والتوافقي. الآن عندي هذا المتغير 90 80 70 وهكذا، المتغير X حتى انتهي بالعشرة، المتغير Y هذه قيمه 10 20 30 حتى انتهي بالتسعين. الوسط الحسابي لهذين الرقمين أو المتغيرين الآن 50، هنا 50 50 50، لاحظوا لي أنه أنا اخترت الأرقام فأعطاني هنا قيمة ثابتة، أعطاني قيمة ثابتة مقدارها 50. أما الوسط الهندسي فهو الجذر التربيعي ل 90 ضرب 10 أعطاني 30، و 80 ضرب 20 وسط الهندسي لها يساوي 40، 70 ضرب 30 وسط الهندسي لها 45، وهكذا حتى أنتهي من 10 ضرب 90 فالوسط الهندسي لها 30. أما الوسط التوافقي فالمتغيرين الأولين أو القيمتين الأولينتين للمتغير 18 ثم 32 وهكذا 18. لاحظوا المقارنة الآن، الوسط الهندسي هو أعلى المتوسطات، يليه الوسط الهندسي وأخيرا الوسط التوافقي، كلها تشترك بالمتوسط المتوسطات. يعني الآن لاحظوا لي أنه 50 في 50 هنا اشتركت في قيمة واحدة، لكن في هذا اللي هي يعني في كل القيم اللي أعلى من متوسطها كان متوسط الحساب أعلى واحد، وأقل متوسطها كان أعلى إشي المتوسط الحسابي، يليه في ذلك الوسط الهندسي ثم الوسط التوافقي. قبل الأخير وسط التوافقي لبيانات مجمعة، اللي هو الوسط التوافقي لبيانات مجمعة هارمونيك مين فور جروب داتا، جروب داتا تستخدم الصيغة التالية في حساب الوسط التوافقي لبيانات مجمعة عن المتغير X. هذه الصيغة الهارمونيك مين لجروب X يعني مجموعة مجمعة يعني متغير مجمع، وتساوي حاصل جمع الفريكوينسي اللي هي التكرارات مقسم على حاصل قسمة التكرارات مقسم على كل متغير لوحده. يعني نفترض على سبيل المثال بأن البيانات الآتية تمثل أجور بالدينار التي تتلقاها مجموعة من العمالة. يكون الآن المتوسط، طبعا هون المفروض أنه يعني هذا ظهر بالأول، الآن هذا الأجر الأسبوعي 10 11 12 من مجموعة من العمال، هون عدد العمال الذين يحصلون 10 دنانير أسبوعيا
سبعة أشخاص أو سبعة عمال اللي أجرهم 11 دينار، ثلاثة عمال الذين يحصلون على 12 دينار أو 12 دينارا، 12 عاملا وهكذا، وأخيرا 14 دينار سبع عمال. فهنا حاصل قسمة التكرارات مقسمة على الأجر لكل واحدة، تكرار F sub I مقسم على X I تساوي 7.7 اللي 7 بالعشرة، هون تقريبا 27.10، هون 1 بالعشرة 1 يعني 100%، 46.15%، 50% وهكذا. فهذا الآن مجموع العمال، وهي مجموعة حاصل قسمة، مجموع حاصل قسمة التكرارات على X I، وبالتالي بيكون بالحالة هي الهارمونيك مين يساوي 35 اللي هو مجموع التكرارات مقسم على هذه هي القيمة، قيمة هذه، وبتساوي 11.927%. الوسط التوافقي لبيانات مجمعة، لبيانات مجمعة الآن، أوكي، نفترض بأن البيانات عن متغير أكثر توافرت في جدول تكراري، لكن على شكل فئات وتكرارات كما في الجدول الأدنى. في هذه الحالة لابد من الاعتماد على مراكز الفئات للحصول على الوسط التوافقي. هذه الفئات التي ذكرتها قبل قليل، لكن وضعتها في تكرارات. الآن الفئة الذين يتلقون بين 10 إلى 19 دينار كانت 3، بين 20 إلى 29 دينار كانت 2، بين 30 إلى 39 دينار وهكذا، أو إنها بيانات جديدة يعني. فالآن مركز الفئة هذه 14.5، مركز الفئة هذه 24.5، مركز الفئة هذه 34.5، ومركز هذه الفئة اللي هي 49 كانت 44.5. مجموع التكرارات 12، حاصل قسمة الآن التكرار على مركز الفئة يساوي كذا وكذا، يعني هنا أقل من 21%، أقل من 9%، أقل من 15%، أقل من 5%، فبكون المجموع يساوي 47.86%. فما هو الآن الوسط التوافقي؟ بناء على ذلك لابد يعني أن نستخدم مراكز الفئات باعتبارها هي المتغيرات. فبكون بالحالة هاي لاحظوا لي أنه الهارمونيك مين للجروب، لكن لأنها وجد بفئات فاستخدمنا إحنا مركز الفئة، مركز الفئة هذه اللي هو هذا الرقم أو هذا العدد، مركز هذه الفئة هنا، مركز هذه الفئة هنا، ومركز هذه الفئة هنا. وبكون بالحالة هاي حاصل جذر الفريكونسي 12 مقسم على مجموع الفريكونسي مقسمات على مراكز الفئة، ويساوي 25. أقل من 800، 25.0731% اللي هو متوسط التوافق المتوسط لهذه الفئات. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن يكون قد قدم الفائدة إن شاء الله لأحبة الطلبة المتابعين لهذه القناة التعليمية. وإن شاء الله المقطع القادم بإذن الله تعالى سيكون عن مقاييس التشتت اللي هي measures of dispersions. إحنا تحدثنا عن الآن measure of central tendency، راح أكمل عن الرينج وما أشياء ثانية، لكن عندما أنتهي من كل إشي يتعلق بالcentral tendency أو النزعة المركزية سأتحدث إن شاء الله باستفاضة عن مقاييس التشتت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء آخر.